مشاهدينا الأكارم، طلبتنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار سلسلة الندوات التي تقيمها وزارة التربية في القناة التربوية الفضائية التربوية، اليوم موعدكم مع ندوة مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي العلمي. أسعد الله أوقاتكم. ضيفي في هذه الندوة الأستاذ غسان لحام، الموجه الأول لمادتي الفيزياء والكيمياء في وزارة التربية، غسان إبراهيم الموجه الاختصاصي لمادة الفيزياء في تربية ريف دمشق. وسهلا أهلا وسهلا بكما في هذه الندوة. طلبتنا الأعزاء، أنتم يعني في يوم الاثنين القادم بإذن الله مثل هذا التوقيت تكون قد تقدمتم لامتحان مادة فيزياء، وإن شاء الله تتكلل جهودكم بالنجاح وبالتفوق. يسعدنا في هذه الندوة أن نجيب عن استفساراتكم وتساؤلاتكم المتعلقة بما يخص مادة الفيزياء. وبوجود ضيفي غسان وغسان إن شاء الله سنجيب على تساؤلاتكم وعلى كل ما تودون السؤال عنه والاستفسار عنه. أخي غسان، لمادة فيزياء خصوصية معينة، فهي تأتي المادة الأولى في الامتحان، وهي حقيقة مادة يعني من المواد التي يهتم بها الطلبة كثيرا. ما هي النصائح التي يمكن أن نقدمها لطلبة الصف الثالث الثانوي العلمي، وخاصة هم الآن يعني على أعتاب التقدم للامتحان؟ طبعا برحب بأبنائنا الطلبة وبتمنى له كل توفيق. مادة الفيزياء هي طبعا أول المواد الامتحانية، فيجب التحضير بشكل جيد جدا لها. يعني طالما هي أول مادة يفترض بالطالب تحضير وقت كافي، يترك وقت كافي لتحضير لها. أعتقد أن بعض أبناء الطلبة قد أنهى منهاج الفيزياء وبلش يراجع بالمادة للتحضير والتمكن من المادة. هذا أولا. ثانيا، هي ليست المادة الصعبة. إذا طالب دارس ومحضر بشكل جيد ما صعبة. يعني يمكن العام اللي فات بعض الطلبة حققوا علامة تامة نعم بمادة الفيزياء. لا نقول أنها سهلة كونهم حصلوا على المادة أو العلامة التامة، لا، هو نتيجة جهد وثمرة جهد عام كامل. نعم. فالتحضير الجيد مع الهدوء مع النوع من الأريحية بالتقديم أثناء الامتحان، أعتقد أنه إن شاء الله بيجتاز الطالب بكل سهولة بيسر. إن شاء الله. إن شاء الله. أخي غسان، يعني من وحي زياراتك الميدانية واللقاءات التي تقومون بها في المدارس، يعني ماذا يمكن أن تقدم لطلبتنا في هذا الوقت بالذات؟ مساء الخير أخي بشار، لك وللسادة المشاهدين وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. ونقول لهم الحمد لله على السلامة، ونحن على أعتاب نهاية هذا العام، وما زرعتموه خلال العام الدراسي الآن أتى وقت الحصاد، لنتمم هذا الجهد الذي بذلناه بما يوصلنا إلى النتائج المرجوة التي نريدها. كما ذكر أخي غسان أن الطلبة الأعزاء قد أنهوا كل المنهج، جميع المواد، ولكن الآن دخلوا في الدراسة المركزة، الدراسة النهائية التي بعدها سندخل في الامتحان. أولا يعني على الطالب أن يكون واثقا من نفسه بعيدا عن الغرور، ولكن كمان أيضا أن لا يكون مرعوبا من الامتحان. الثقة بالنفس واجبة، القلق لابد منه وقد يكون دافعا للاجتهاد أكثر والتركيز أكثر. أنا أقول أنه يجب على الطالب أن يكون الآن قد اكتسب خبرة في معالجة النص الإنشائي الفيزيائي، كيف يمكن أن يحوله إلى يعني هذا الشق. أخي غسان، سنفرض له نعم معظم الندوة، يعني كيف يتعامل مع الأسئلة، كيف يتناول السؤال، كيف يقرأ السؤال، كيف يجيب عن السؤال، هذا نعم ما يعني ما سيكون محور ندوتنا، يعني من خلال أمثلة سنقدمها. نعم، إضافة أن هذه الدراسة الآن يجب أن تكون وفق برنامج، نعم
يعني هو يعلم الطالب، وهو أفضل من يكتب برنامج للطالب هو الطالب نفسه. برنامج على أن تنتهي في وقت محدد الوحدات المطروحة للدراسة حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت. عليكم أن تنجزوا المنهاج قبل مساء آخر يوم من الامتحان، التقدم الامتحان، لأنه لو كان هناك عجز أو حاجة لساعة أو ساعتين من الدراسة إضافية هذا سيكون له منعكس سلبي جدا على كامل المادة. لذلك أبنائنا الطلبة ضع منهاجك وادرس وفق برنامج محدد، وإن شاء الله أنت ستصل بمنتهى البساطة إلى ما ترجو. يعني برأيكم زملاء على طلبتنا أن يبدأوا الدراسة يعني بدءا من اليوم؟ نعم. طبعا أتكلم عن الدراسة المركزة التي تقوم على المادة الفيزياء حصرا دون غيرها. يعني أنا اليوم على مسمعي أن بعض الطلبة لديهم يعني استكمال لمواد أخرى، فرنسي، اللغة الفرنسية أو كيمياء أو رياضيات أو إلى ما هنالك. يعني صحيح. يعني الآن أنا كرأي شخصي أنصح طلبتنا الأعزاء أن يكون هذا اليوم ما تبقى منه ولغاية يوم الأحد القادم يكون مخصصا لمادة الفيزياء فقط، كي تسهل عليك دراستها، وكي كما تفضل أخي غسان يعني كي لا نندم على ساعتين قد نحتاجهم تم ضيعهم طالب من خلال التنقل من مادة إلى أخرى أو إلى ما هنالك لسبب أو لآخر. عليكم أن تبدأوا بدراسة الفيزياء الدراسة المركزة. هل من الضروري أن نحل جميع التمارين؟ طبعا لا، يعني بنختار تمرين من التمارين على سبيل المثال وناخذ الطلبات بالمسائل الثانية اللي ما لها موجودة فيه بناخذها مع هالتمرين هذا، وبالتالي بصير عندنا يعني تمرين من كل الطلبات أو من كل الأشكال التي يحتويها الكتاب، وبالتالي نحن نكون قد درسنا الكتاب بالكامل، ليس كذلك أخي أستاذ؟ إذا سمحت لي أستاذ بشار، تفضل. يعني نصيحة أيضا، يعني الابتعاد عن الملخصات والنوط، كتابك يكفي. نعم. أسئلة الكتاب تكفي، مسائل الكتاب تكفي. يعني الكتاب هو من يحدد المحتوى العلمي لمنهاج مادة الفيزياء أخي أستاذ. الامتحان. والجلسات الامتحانية وما يتم تداوله وهذا حقيقة هي لتشتيت، هي لتشتيت الانتباه. نعم. نحن نكتفي بالكتاب ونتعامل مع الكتاب على أن نكون ملمين بكل ما أتى به، وجميع مفاصل البحوث هي ممسوكة جيدا، مدروسة جيدا. نعم. مركز عليها، وبالتالي لا أنتم في السليم وفي الطريق الصحيح. نعم. وإن شاء الله امتحان موفق. فكرة بسيطة أيضا أستاذ بشار، بعض البعض يعتقد أن هالفترة هي الأسبوع هذا هو وقت الدراسة، هي بالحقيقة صقل للدراسة. نعم. يعني هو التركيز، يعني حقيقة هي فترة التركيز. أثناء العام الدراسي درس الطالب، حضر بشكل جيد، هلأ عبارة عن متممات، صقل لمعلومات، تنشيط الذاكرة أيضا. أما الآن ندرس أو نفتح الكتاب من الآن، لا، هذا كلام يعني متأخر جدا. بتوقع لا يوجد طالب في الصف الثالث ثانوي العلمي لم يبدأ دراسة المنهاج إلى الآن. يعني طلبتنا واعون واعين جدا إن شاء الله، ولديهم الثقة بالنفس الكافية ولديهم القدرات، بالتالي هم أكيد قد درسوا خلال العام الدراسي. يعني كما قلت، كما تفضلت، الآن هو فترة صقل، يعني تركيز المعلومات، تنسيق المعلومات بشكل جيد للوصول إلى إن شاء الله النتائج التي يرجونها. زملاء، يعني أنا أخي غسان أتمنى أن نثير أو نقدم المشورة والرأي الصحيح حول طريقة التعاطي مع السؤال. نعم. يعني كثير من الطلبة يقرؤون السؤال في على سبيل المثال لو أخذنا النواس الثقلي المركب، فيبحث عن آي دلتا حول محور الدوران حول المركز، يعني لا يجد. هو لو يقرأ النص جيدا أخي غسان، يعني قراءة متأني، لوجد أن الجسم مهمل الكتلة، وبالتالي لن يحتاج إلى آي دلتا حول سي، وبالتالي لن
تعطى معه في نص السؤال. شو ما هي النصائح التي يمكن أن نقدمها لطلبتنا في هذا المجال؟ نعم أخي بشار، أولا أنا أنصح بأن يتم قراءة نص السؤال كاملا. يعني هناك بعض الطلبة يقرؤون نصف السؤال ويريد أن يجيب، هذا لا يكفي. نقرأ كامل السؤال، هناك دلالات معينة في السؤال هي يوجد بها مفتاح الحل ومفتاح الإجابة، خصوصا أن الثوابت التي سيستخدمها في نص المسألة تأتي غالبا ما تأتي في نهاية المسألة أو في نهاية السؤال. لذلك ندعو أبناء الطلبة القراءة المتأني للسؤال. نعم. يعني قد الطالب يقرأ جزء مثل ما تفضل أخي غسان ويبلش بالحل، هذا الكلام طبعا بجزء يعني يحرف عن إجابة. أحيانا مثلا على سبيل المثال طرحت أستاذ بشار مثلا نواة ثقل ساق، يبدأ بالبحث عن كتلة الساق ما هي، بنص السؤال من البداية مثلا نحن قايلين له أنه الطالب ساق مهملة الكتلة. نعم. إلى آخره. فكمان هون كل كلمة وردت، كل كلمة وردت في السؤال لها مدلول. نعم. وخاصة في النواس الثقلي أيضا أخي بشار، يعني يدخل الطالب في حل مسألة النواس الثقلي وهو لم يميز إن كانت الساعات كبيرة أم صغيرة، لأن طبيعة الحركة اختلفت، ولكل واحدة إن كانت توافقية أو غير توافقية يختلف طريقة. نعم. التعاطي. أو مثلا في الدار المهتزة أخي غسان، ما شكل التفريغ؟ ويريد أن يجيب، طيب متى شكل التفريغ؟ اهدأ قليلا، اقرأ النص كاملا، أكمل قراءة السؤال، أكمل قراءة السؤال، قف على المصطلحات الفيزيائية واستوعبها بشكل جيد، تأتيك الإجابة بمنتهى البساطة. نعم. يعني النصيحة الأولى التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال هي القراءة المتأنية للسؤال، هي التحليل، القراءة بتحليل مفردات النص. لا يجب علينا أن نقرأ لغويا النص ونكتفي بذلك ونقول قد قرأنا النص، علينا أن نقرأ بتحليل. عندما يقول لي النص ساق متجانسة فهو يقول لك أن مركز ثقل هذا الجسم هو في منتصفه إن كان الساق وفي مركزه إن كان قرص، هو يعطيك دلالة، يعطيك دلالة أين سيكون مركز الثقل. إذن القراءة المتأنية تحليلية للنص، أن نسجل المعطيات، أن نسجل المجاهيل، ومن ثم نبحث عن علاقة بين المجهول والمعلوم، وبذلك نصل إلى الحل وهو سيكون صحيح. إن تبادر إلى ذهنك أن هذا الرقم غير مطروق وهذا الرقم أو هذا الجواب الذي ظهر معي هو غير معقول، عليك أن تعيد العمليات الحسابية بإيجاز وبسرعة، وبالتالي تكتشف إن كان هناك خطأ، لأنه قد يكون في ذهنك شيء وأنت كتبت شيء آخر، وهذا كله يعود إلى التدريب أثناء العام الدراسي. يعني كثير من الطلاب يقول لك أنه لا يضع الواحدات، يعني نعلم يعني نرى أو مررنا بطلبة سيخسر درجات، يعني لا يضع الواحدات، فهو اعتاد على أن لا يضع الواحدات، يصل إلى امتحان النهائي، يعني لن يكون بمقدورك في الامتحان النهائي أن تتذكر كل شيء من الواحدات التي ترى. لو كنت خلال العام الدراسي أنت وأثناء الدراسة تضع الواحدات، تضع المعاليم، تضع المجاهيل مع واحداتها، ثم عندئذ لن تنسى شيء وستكون أمام حل صحيح، وبالتالي لن يكون هناك ضياع لأي درجة. معنا اتصال. ألو مساء الخير. مرحبا علي، كيفك يا علي؟ تمام. كيف تحضيرك يا علي؟ الحمد لله تمام. شو عندك سؤال؟ تفضل. الصفحة 102 المسألة الثالثة. نعم. طلب بي. شو بيقول طلب بي يا علي؟ بحيث يكون مستوى إداري واضح خطوط الحفظ المناطقية السابق، ونمرر تيار شدته 2 ملي أمبير فيدور الإطار بزاوية 30 ثم يتوازن. ملازم تكون الزاوية صغيرة، بمبدأ عمل المقياس الغرفان لازم تكون الزاوية صغيرة من شرطه. طيب تفضل مع أستاذ غسان شريف، خليك معه حوار بينك وبينه يعني. كيفك يا علي؟ تمام الحمد لله. أول شيء الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.
ومشكور على الجهود اللي باذلها لاستيعاب بحث الفئه الحقل المغناطيسي، وخصوصا في هذا يعني لا. سؤال كهذا نعم. وانت على سويه تستطيع ان تقارن وتميز، وهذه سويه من المهارات العليا. النص لم يقول اننا امام مقياس غلفان، النص يقول استبدلنا سلك التعليق بسلك فتل. هذا يحدث في المقياس الغلفاني نعم، ولو كانت التجربة عن المقياس الغلفاني كان عليه على القرص يعني يصمم على أن يدور زاوية صغيرة، لكن قد يدور 30 درجة لكنه لا يمثل مقياسان غلفانية. ما الفارق الآن إذا كانت الزاوية صغيرة أم كانت 30 درجة؟ هل ما الفرق بالحل؟ ما الفرق بس مشان الكوساين؟ نعم تماما. الآن إذا كانت الزاوية ليست صغيرة يعني هو دار 30 درجة وهي زاوية كبيرة، وبالتالي لا ضرورة لأن تقرب الكوساين إلى الواحد. كوساين للثلاثين أو ساين للثلاثين أنت بتعرفه، ويتم التعويض زاوية شهيرة نظامي. يعني لا ضرورة لأن نستبدل كوساين التتة فتحة مكان ساين الألفة، ولا ضرورة أن نقرب كوساين التتة فتحة إلى الواحد لأن الزاوية ليست صغيرة. أهلا وسهلا علي. يعني كمان بدي أضيف شيء للي حكاه زميلي غسان، بقول لك يعني نحن لما في نص السؤال بيكون في عنا مقياس غلفاني، حتما نص السؤال يريد شيء من المقياس الغلفاني، لكان قال لك النص لنشكل بذلك نوع مقياسا غلفانيا. عندئذ بعض القضايا ستختلف، لأن الطرح الذي يرغب به واضع السؤال أو واضعوا السؤال عندهم طرح معين بدون وصلوك لإله. تمام؟ في عندك سؤال ثاني علي؟ شكرا لاتصالك. لو أتينا أخي غسان إلى طريق مثال عملي لطالبنا لكي يتمكن من التعامل مع النص، كيف يتعامل مع النص؟ القراءة الجيدة هي بنفس يعني أخي غسان، يعني طالبنا اكتفى من الكلام، بدنا تطبيق عملي. تمام. مباشرة اختاروا تطبيق ولنكسب الوقت. نعم. لا هو مسألة. أخي غسان بما أننا سندخل إلى وحدة الميكانيك. نحن نميز نوعين من الحركة، الحركة التوافقية وغير التوافقية، غير التوافقية. وإن شاء الله سنقوم بحل مثالا على الحركة التوافقية والحركة الغير توافقية. مشكورين. طلبتنا الأعزاء يعلمون جيدا مدى التشابه بين نواس المرن ونواس الفتل. أنا وأخي غسان اتفقنا أن نحل مسألة فتل، مسألة من درس نواس فتل، مسألة رقم واحد. لنتعرف كيف يمكن أن نتعاطى مع النص الإنشائي للمسألة وكيف يتم الحل. إن شاء الله أنك مجهز العرض أخي غسان يعني. تماما. نحن سنشرح. نعم. تمام. نقرأ المسألة. نعم. نأخذ من النص. نعم. تألف نواس. طبعا هذه المسألة الأولى من تمارين الاهتزازات الفتل أو الاهتزازات الجيبية التوافقية الدورانية. نعم. يتألف نواس فتل من قرص متجانس كتلته M 2 كيلوغرام. ونصف قطره يعني لو الى اسفل قليلا في غسان والى اليمين. نعم. اثنين كيلوغرام كتلة القرص 2 كيلوغرام. نعم. نصف قطره 4 سنتي. طبعا 4 سنتي تحتاج الى تحويل اخي غسان. طبعا 4 بعشرة ناقص 2 متر. نعم. معلق من مركزه الى سلك فتل. نعم. شاقولي ثابت فتله كي تساوي 16 بعشرة أس ناقص 3 متر نيوتن راديان ناقص 1. وهي من الأخطاء الشائعة أخي غسان بالمناسبة، يعني كثيرا ما يخطئ الطلبة بواحدة ثابت الفتل فيضعون بدلا منها ثابت واحدة ثابت صلابة. نعم. فأنت يعني القراءة الجيدة بتغنيكم عن الأخطاء هي، وبالتالي يعني ما في ضياع للدرجات او العلامات. تمام. نعم. نكمل القراءة. ندير القرص في مستوي افقي زاوية تتا تساوي زائد بي على 4
راديان. عن وضع توازني ونتركه دون سرعة ابتدائية في لحظة تي تساوي الصفر. طبعا أخي غسان هذه المعلومات تسمى شروط البدء. شروط البدء تمام. هون أيضا يوجد ملاحظة أخي بشار. نعم. طلابنا الأعزاء مباشرة بيتوا تيتا ماكس تساوي بي على 4. وهو يعني هو سيصل إلى سيخسر جزء من الدرجة. نعم. نعم. يعني بما أن النص لم يقل أن سعة الاهتزاز بي على 4 هي تيتا، والدليل أن النص أعطى إشارة. تيتا ماكس لا إشارة لها. نعم. بما أن هذه القيمة جبرية زاد بي على 4 فالنص يصر على أنها تيتا، وعلى الطالب أن يثبت أن هذه التيتا تساوي تيتا ماكس. يعني إثباته لهالشيء ببساطة يعني تمام. يستطيع أن يقول كتابة ترك دون سرعة ابتدائية أو الإزاحة والترك دون سرعة هي سعة، أو يستطيع أن يكتب بي تساوي الصفر أوميجا تساوي الصفر معناها تيتا ماكس تماما. نعم. تمام. إذن شروط الابتدائية وضعتها أستاذ غسان. المطلوب أولا احسب الدور الخاص للنواس. طبعا هنا الدور الخاص للنواس ما قال استنتج أو احسب مباشرة، فأكتب القانون بالأول 2 بي تحت الجذر آي دلتا مقسوم على حول سي للقرص مقسوم على كي. هنا أمام أستاذ غسان لو سمحت لي نحن عم نقرأ المسألة. نعم. فإذا الطالب وقف عند احسب الدور الخاص للنواس وبدأ بالتطبيق مباشرة سيبحث عن الآية دلتا لم يجدها. نعم. هنا يعني يشعر بالقلق أو نعم. لذلك نحن ابتدأنا الندوة بالقراءة المتأنية لكامل النص بتأني. إذا نزلنا لتحت بالسؤال بالمسألة نعم نجد انه عزم عطالة قرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركزه اي دلتا سي يساوي نصف ام بار مربع. نعم. اذا هنا الامور شبه جاهزة للتطبيق. نص ضرب 2 ضرب 16 اخي غسان ايضا قام بتحويل جاهزة. طبعا هو منذ يعني من البدء. نعم. يساوي 16 ضرب 10 قوة ناقص 4 كيلوغرام متر مربع. الآن اي دلتا حسبت وكي ناقص نذهب للتعويض. تي زيرو يساوي 2 بي تحت الجذر 16 بعشرة قوة ناقص 4 على 16 بعشرة قوة ناقص 3. نختصر يمكن أن نذهب بعشرة قوة ناقص 4 إلى المقام. تمام. فتبقى 10. 10 وتختصر. وتختصر مع البي لأن هذه الحركة يعني طلابنا الأعزاء هم يدركونها جيدا. ويساوي 2 ثانية. نعم. الطلب الثاني استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام. طبعا الشكل العام للتابع أو تابع الزمن للمطال الزاوي تيتا تساوي تيتا ماكس. أيوة نعم. تيتا ماكس كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي. ونذهب لحساب الثوابت. هي ثوابت ثلاث ثوابت. نعم. تيتا ماكس أوميجا زيرو وفاي. طبعا تيتا ماكس تيتا تساوي صفر أوميجا يساوي صفر في البدء يعطي أن أستاذ غسان لو بناخذ الورقة على اليمين شوي بعد إذنك. نعم. تيتا تساوي تيتا ماكس يعطي أن تيتا ماكس تساوي بي على 4 راديان. إذا أول ثابت. أنا أود أن أضيف ملاحظة أخي بشار هنا. تفضل. يعني بفرض أن النص قال أن تيتا عند بدء الزمن تساوي ناقص بي على 4 وكتبنا تيتا تساوي صفر أوميجا يساوي صفر يعطي تيتا تساوي تيتا ماكس. يعطي تيتا ماكس ليست ناقص بي على 4 بي على 4. نعم تمام. بمعنى ان كل مقدار ماكس كل مقدار اعظمي هو موجب بالضروره. نعم. لذلك اذا كانت تيتا في النص زائد بي على 4 او ناقص بي على 4 ناخذ تيتا ماكس بقيمه بي على 4. هكذا يتم حساب تيتا ماكس. الان اخي غسان اوميجا
اوميجا 0 2 بي على تي 0 على تي 0 2 بي على 2 طبعا بي راديان ثاني ناقص واحد. نعم ثابت حساب الفاي الفاي من شروط البدء تحسب من شروط البدء نعود شروط البدء في تابع المطال الزاوي اي نكتب بي على 4 عند بدء الزمن تتا بي على 4 تتا ماكس حسبت بي على 4 بي كوساين الفاي يعطي كوساين الفاي 1 يعطي فاي يساوي 0 راديان. نذهب للتعويض الان الثوابت في التابع الاصلي ترفع الورقه شوي لفوق تساوي اي تتا تساوي بي على 4 كوساين بي كوساين بي البي تي تمام. اذا راديان لان التابع الزمني ايضا له واحده وفق المقدار الذي تتم او يتم حسابه. تمام اذا انتهينا من الطلب الثاني قبل ان نبدا بالثالث خلونا نشوف غرام. يسعد مساك يا غرام. الله يعافيك تفضلي شو سؤالك يا بنتي؟ النص والموضوع موازي لنصوص الكتاب ومواضيع الكتاب يا اما هو من الكتاب؟ غرام هذا السؤال بتمنى انه يكون في جواب عليه بس بدك تنتظري ندوه اللغه الانجليزيه لحتى تسالي هالسؤال لانه نحن ما انا ما عندنا اجابه بهذا حول هذا الموضوع يعني. شكرا لاتصالك يا غرام. تمام نكمل اخي الاستاذ. نتابع الطلب الثالث. احسب الطاقة الكاملة في وضع مطاله الزاوي تيتا تساوي بي على 8 راديان. تيتا تساوي 8 على بي بي على 8 عفوا بي على 8 راديان. طبعا الطاقة الكاملة تحسب من العلاقة اي بي تساوي نصف كي بتيتا للتربيع. نعم نعود طبعا الثابت موجود معنا والتيتا موجودة. نعم نصف لا ضروري للتعويض خلص الان مسألة حسابية اخي غسان هنا فقط من اجل الطلب الاخر نحسب الطاقة الحركية عندئذ اذا اي كي يوجد اي توتال او اي كلية نعم هلا الان يوجد طريقين لحساب اي كي تمام نص اي دلتا اوميجا مربع واي توتال ناقص اي بي ولكن بما ان اوميجا ليست معلومة نذهب للطلب الطريقة الثانية يعني نص كي بتتا ماكس للتربيع ناقص نص كي بتتا للتربيع ويتم حساب اي كي بتطبيق عددي بسيط حرصا على الوقت. نعم اذا ها المسألة كما شفنا هي استاذ بشار مانا صعبة بس هنا يجب على الطالب الانتباه ل قراءة النص يعني كامل. أنا أمام حقيقة أدركتها منذ زمن حقيقة الفيزياء في بنظر جميع الطلاب عندما يتم فهمها هي مادة سهلة صحيح. وممتعة لكن ما يحدث أن بعض الطلبة يشتكون أنها مادة صعبة لأنهم يتوجهون نحو الحفظ. نعم والفيزياء لا تحفظ مادة لا تحفظ الفيزياء لا تحفظ عندما تفهم أو تحاول أن تستوعب مفهوم الفيزيائي فإنك ستصل إلى نتائج مذهلة نتائج جيدة جدا فيما يخص تعاطيك مع مادة الفيزياء أكيد. في عندنا مثال ثاني أخي غسام من الحركات غير التوافقية. نعم ممكن ناخذ أستاذ غسام يعني ناخذ المسألة ستة عامة كونه فيها طلبات أكثر أو تعالج أفكار أكثر ومع أننا نتعامل مع القرص بالفتل سنشرح سريعا القرص في الثقلي نعم حتى يكون هناك مقارنة تمام وننتهي من عملية اللبس في التوصيف. يعني زملائنا إذا سمحتوا لي أن القرص في النواس الفتل أستاذ غسان يعني أتكرم كي لا نجعل طلبتنا ينتظرون يعني من أقاطعك شوي بسام يسعد مساك يا بسام. بسام بسام فقد
علي، يسعد مساك يا علي. علي علي، نعم نكمل زملاء، فقدنا اتصال على ما يبدو. إذن أخي بشار، القرص في نواس الفتل يكون أفقيا، نعم، ومعلق بسلك فتل من مركزي، نعم، بينما بالثقل المركب يكون القرص شاقولي ومعلق من نقطة منه، نعم، ومكان التعليق يجب أن يذكره النص، فإن كان معلقا من نقطة من محيطه نعلقه من نقطة أو، يجب أن تكون على شاقول سي مركز مركز ثقل، حتى نحصل على توازن مستقر حتى يتم الاهتزاز. يعني النص لا يقول أن أو على شاقول سي، هذه المعلومة يجب على الطالب أن يدركها لوحده، وهي موجودة بصف التاسع. نعم. من أي نقطة تم تعليق القرص هو ينزاح إلى أن يصل إلى التوازن المستقر، ثم أن تصبح على شاقول مركز الثقل. نعم. يعني بدنا نرجع نقاطعك محمد، كيفك يا محمد؟ أهلاً أستاذ. تفضل محمد، شو عندك سؤال؟ هلا أنا سؤالي أي مسألة بالفيزياء؟ نعم. أنا عم بقرأ النص، إذا ما رسمت بأثر شيء، يعني أنا مشان أعرف الحل. شو السؤال؟ إذا ما رسم بالحل. إيه. هلا اكيد يا محمد، الرسم جدا مفيد لك انت كطالب، تنمزج المساله، تحولها من مجرد نص وكلام الى رسم امامك انت باسلوبك الخاص ترسم. طبعا ان كان النص يقول لك مع الرسم فانت مطالب بالرسم حكما، يعني فهناك درجات ستكون مخصصه للرسم، اما ان لم يقل النص مع الرسم انت حر. يعني رأيي الشخصي أن تقوم برسم نموذج ما من النماذج التي أنت تراها وفق مفهومك لهالمسألة، وبالتالي بيساعدك الحل. يعني كما بالمثال اللي عم يتفضل فيه الزملاء أخي محمد، لو رسمت القرص يعني لو توصلت إلى نقطة مفادة أن هذا الرسم قد يسهل أو يسهل، سيسهل عليك كثيرا الحل، تحديد دي، تحديد أبعاد عن أبعاد الكتل النقطية عن محور الدوران، تحديد يعني الزاوية، نعم، وتحديد الزاوية. فالرسم هو نمزجة المسألة، وأنا دائما أنصح بأن تنمزجوا المسائل وحتى الأسئلة النظرية. يعني أنت كشخص بحياتك اليومية تقول لو عملنا هيك، يعني أنت بشكل أو بآخر عم ترسم، ولو أنه بالحكي عم ترسم. تمام، شكرا لك. شكرا يا محمد. يعني بسام عشان نحن بس أتفضل. نعم بسام تفضل. بدي أسأل سؤال ذكاتك. نعم. سؤال تفضل بسام، بس يا ريت تسمعني من سماعة التليفون ومو من التلفزيون، يعني نوص. مسألة ذكاتك. نعم. مسألة القرص. نعم. القرص. بدي رسم منها. نعم. القرص. ايه شو هو؟ بدي رسم منها. هلا الرسم لإلك أنت يا علي يا بسام. متوقعات. أنا ما عم بسمعك منيح بسام. متوقعات بدي منه شيء. متوقعات؟ ايه. شو متوقع؟ والله يا ابني كل شيء في بالكتاب متوقع. في عندك سؤال ثاني بعد يا بسام؟ هلا ما تطلع لهم كمان فينا، يعني بدي اجي رسم ولا نحن بدنا نرسم ولا بدي مرسم. يا بسام بس تجي ندوة العلوم اتصل بندوة العلوم ابني واسألهم هني، لأنه إحنا ما عندنا إجابات عن هالموضوعات. شكرا لاتصالك يا بسام. أي أخي بسام نكمل. يعني نحن بما أننا نتحدث عن الكتاب كاملا في هذه الندوة، تكملة بالنسبة لعلي، بقوانين أم يعني رسم الدارة حتى تعرف أنت مما تتكون هذه الدارة وكيف تتم الممانعات، يعني نمزج المسألة. يعني أحيانا الرسم حتى تمثيل فرنل، حتى إن لم يطلب ارسم فرنل لتأكل من الحل، لتأكل من الحل وبصير الحل أسهل. صح. نعم. ولكن إذا كما قال أخي بشار، إذا مبينا بالرسم أو أصبح ضرورة الرسم علي علامة. أكيد. مساء الخير يا منى. ألو. مساء الخير يا منى. أهلا
يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي بنتي. أستاذ، مشان الإسقاط بالنواصات نعم. بالاستنتاجات النظرية. إسقاط بالنواصات النظرية. إيه. بالاستنتاج. لوين عندك إسقاط أنت يا منى؟ نعم. وين عندنا إسقاط؟ لما بدي أسقط بالنواصات بالنواصات يعني بالنظري. بالنظري، إيه في عنا إسقاط نحن فقط بالمرن بالمرن بالبسيط أيضا على المماس وبالبسيط في حالة درسنا دراسة الحركة اعتمادا على قانون نيوتن الثاني. تمام. يعني شو عندك إشكالية هم؟ بدي أسألك إنه بدال الرسم أنا فيني أكتب إنه بجهة و إنه على موازي لمسار الحركة وبجهته. تمام. لازم أرسم هون. لا، إذا بدك ترسمي بيقول لك بالنص رسمي. إيه لما ما يحدد لي ممكن أنا أكتب نظري طبيعي. بدل الرسم طبيعي بالنواس المرن على سبيل المثال يمكنك أن تقولي بالإسقاط وفق محور له حامل ومنحى وجهة دبليو مثلا أو الثقل، أنت حرة يعني. نعم. طيب شكرا لك. حتى إذا رسمت يا منى وكان الرسم صحيح الإسقاط وفق الشكل يعني أنت عم تجاوبي صحيح بكل الحالات صحيح. بس هنا أود أن أضيف. تفضل. إذا أسقطت مثلا وفق منحى وحامل جهة الثقة. نعم. إسقاط خطأ طبعا هون لا. يعني ممكن يقول الطالب أنا موجه المحور نحو الأعلى. نعم. وإسقاطه هو نحو الأسفل. هو سيذكر صراحة بالكلام أو بالرسم جهة محور. يعني عندما يقول بالإسقاط وفق المحور X فتحة X وهو موجهه للأسفل وبالتالي هو انسجم مع الصواب، أما إذا كان موجهه للأعلى وأعطى W إشارة سالب بالتالي هو أخطأ هنا سيخسر. الإسقاط ينسجم مع ما يقوله. نعم. يعني المحور اختياري ولكن على الطالب أن يلتزم به. تمام. نعم. المحور اختيار المحور اختياري. نعم. هو يحق للطالب أن يختار محور الذي يريد ولكن عليه أن يلتزم به. أكيد. نعم. علي كيفك يا علي؟ ألو. ألو. منى. ألو. ألو ألو. علي يا ريت تضعف لنا الصوت ومشان تسمعنا منيح وتسمعني من سماعة التليفون يا علي. ألو. ألو يا علي. رغد، مساء الخير يا رغد. مساء الخير. كيف الصحة؟ الحمد لله تمام. دراستك شلون؟ والله الحمد لله، بس زي توتر وقلق. طبيعي، بس هيدا القلق الفعال مفروض يكون يا رغد ما إن شاء الله. هو اللي بيدفعنا لأنه نكون مبدعين. تفضلي شو سؤالك؟ هلا بقولوا إنه وحدة الإلكترونيات. أول شيء بدي أسألك الإلكترونيات هي واحدة من الكتاب أم ماذا؟ هي واحدة من الكتاب بس إنه ما حياك الله. أو شيء. ثانياً من الذي يقول؟ هل أتى كتاب من وزارة التربية يقول أن هذه الوحدة هي من خارج الكتاب وهو غير مطلوبة؟ لا لا، بس أنا بقول إنه مثلاً الأسئلة إنه يعني دائماً نحن عم نتكلم بصيغة الجمع. مين هن اللي عم بيقولوا؟ هي الطلاب يعني أكثر من حد. أيوة أحسنتي. يعني أنا بتمنى عليك شغلة إنه أنت وباقي الطلبة لا تلتفتوا للكلام هذا وإشاعات الغرض منه إنه حقيقة للإساءة. تمام. أنا مطلوب مني كتاب الفيزياء كما هو مقرر من وزارة التربية. لم يصدر عن الوزارة أي تعميم بخصوص حذف أو تعديل ما هو مطلوب. الكتاب من المقدمة حتى الخاتم المطلوب. تمام. طيب والتفكير الناقد؟ نعم. التفكير الناقد نهاية أسئلة الدرس. هلا التفكير الناقد يعني هو لتعميق مفاهيم. يعني إنه ما ممكن يسأل عنه. ليش ما ممكن يسأل عنه؟ يعني ممكن يسأل عنه. يعني أنا هرجع أقول لك، هل صدر عن الوزارة تعميم يقول لك أن التفكير الناقد غير مطلوب؟ لا. تمام. اذا بدنا ننتبه على القضايا. بعدين التفكير الناقد هو عباره عن اثراء زياده معرفه للطالب وتمكن من الماده.
حقيقة هو ليس إثراء أخي غسان، يعني هو لربط مفاهيم الدرس مع أفكار تطبيقية من الحياة، مع أفكار درس آخر، مع مفاهيم متعددة. يعني التفكير الناقد هو تفكير ناقد، فقرات التفكير الناقد هي لامتلاك المحاكمة بشكل الأوسع والغنى بهذا الموضوع الذي يختص فيه السؤال. في عندك بعد سؤال؟ لا، شكرا. شكرا لاتصالك. يعني نعود نبدأ بحل. نعم، نعود إلى الحل زملاء. طبعا مسألة سياسة عامة، يتألف نواس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته M، نصف قطره R 2/3. إذا كتلته M لم تعطى للطالب، نصف قطره R 2/3 متر. يمكن أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور أفقي مار من نقطة على محيط. المطلوب 1، انطلاقا من العلاقة العامة لدور النواس الثقلي المركب، استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حال الساعات الصغيرة، ثم احسب قيمة هذا الدور. هنا أخي غسان، قبل أن نبدأ بالحل، يعني يحضرني كثير من الحالات التي نصادفها أثناء إعداد السلالم. عندما يقول النص استنتج، فعادة وبنسبة جيدة لا بأس فيها، يبدأ الطلاب استنتاج علاقة الدور من أن أوميجا زيرو تساوي تحت الجذر، وأوميجا زيرو تساوي 2 بي على تي زيرو، ومن ثم استنتجوا. طلبتنا الأعزاء، عندما يقول نص السؤال استنتج، هو قال لك انطلاقا من العلاقة العامة، يعني علينا أن نضع علاقة الدور تي زيرو يساوي 2 بي تحت جذر اي دلتا على ام جي دي، ومن ثم علينا البحث عن ثوابت هذه العلاقة اللي هي اي دلتا والام والدي، علينا أن نبحث عنهم بالرموز وليس بالأرقام. صحيح. هذا ما يقصد به السؤال. نحن هنا إذا استنتج الطالب من البداية مثل ما تفضلت أستاذ، هو ما يعني أضاع وقت على حل، يعني إحنا حطيناه على أول الطريق. نعم. فقط نعم. انطلاقا من العلاقة العامة لدور النواس الثقلي. إذا 2 بي تحت الجذر آي دلتا جملة على إم جي بي. طبعا هنا نبحث عن ثلاثة أمور. آي دلتا، قبل أن نبحث أخي غسان بس إشارة. طبعا آي دلتا حول المحور أو هنا وليس حول سي. أكيد. نعم. أي دلتا لابد على الطالب أن يتنبه عزم العطالة حول أي محور. نعم نعم نعم. في النواس، في نواس الفتل محور الدوران من المركز، فنتعامل مع أي دلتا سي دوما، لكن في النواس الثقلي نتعامل مع حول أو تماما الذي قد يكون يساوي أي دلتا سي ولكن ليس بالضرورة. نعم تمام. هنا النص أشار صراحة أخي غسان، يعني كي لا ندع نور تنتظر كثيرا. نور، يسعد مساك يا نور. يسعد مساك. تفضلي، شو سؤالك يا نور؟ طب في المسألة الأولى خيار متناول. نعم. طب بس عنا الطلب الأول ممكن لو تفضل. طيب تابع مع الأستاذ غسان. أخي غسان تفضل. المسألة الأولى بقرأ أنا أستاذ. طلب الأول، يعني هي تريد طلب الأول. طبعا هنا تابع التوتر اللحظي بين نقطتين A و B، يعطى بالعلاقة U تساوي 130 جذر 2 كوساين 100 بي تي. المطلوب احسب التوتر المنتج للتيار وتواتره. شو اسمه الطالب؟ شو اسمه؟ في شيء إشكال هون؟ لا تمام. طيب الطلب الثاني نصل بين، طبعا الطلب الأول التوتر المنتج هو التوتر الأعظمي على جذر 2، 130 جذر 2 على جذر 2 بيطلع 130. تواتر التيار 100 بي هي أوميجا 0 عفوا أوميجا على 2 كما على 2 بيطلع 50 هيرتز. نعم. يا نور، لو الأستاذ غسان عم بيكتب بالفحص وكتب أوميجا زيرو كان راح يخسر درجة. ها تماما. نعم. اهتزازات كهربائية قصرية. نعم، لأنها اهتزازات قصرية، فهنا أوميجا وليس أوميجا زيرو. الطلب الآخر أو الثاني نصل بين نقطتين A و B وشيعة مقاومتها R صغيرة
25 اوم وذاتيتها ال 3 على 5 بي هنري. احسب الشده المنتجه وعامل استطاعه الداره ناخذ على اليمين شوي استاذ غسان بعد 25 اوم الذاتيه 3 على 5 بي هنري المطلوب احسب الشده المنتجه وعامل استطاعه الداره. نعم. طبعا هنا نحسب بالبدايه ممانعه الداره في هذه الحاله. نعم. ممانعه الداره هي الداره مؤلفه من وشيعه لها مقاومه، يتعامل معها كانها وشيعه ومقاومه. ف على التسلسل. على التسلسل طبعا. نعم. اذا زد فتحه اخي غسان المطلوب اي افكت. تمام. اي افكت يساوي يو افكت على زد. يو افكت الكلي على زد الداره. تمام. الان يو افكت ثابت للداره. زد الداره يساوي زد ال. لان هذه الداره تحتوي على وشيعه لها مقاومه فقط. يعني يساوي يو افكت على تحت الجذر. ار ار صغير للتربيع زائد اوميجا بي ال للتربيع. يو افكت معلوم، ار صغيره معلومه، ال معلومه، اوميجا معلوم. نذهب ونعوض ويتم. مع انني شخصيا لا افضل حقيقه الدخول بعمليات حسابيه مركبه ضمن القانون. يعني انت تفضلت بكتابه القانون اخي غسان، علينا ان نحسب زد خارجا لنعود ثم نعوض فيها. هنا يعني يكفي يعني الطالب لا يعود لديه العمليات الحسابية الكبيرة، يعني يجزئ العمليات الحسابية للوصول إلى الحد. على كل زملاء سنعود إلى ما تتفضلون به. طلبتنا الأعزاء فاصل قصير نعود ثم نعود إليكم من جديد. مرحبا بكم من جديد طلبتنا الاعزاء. نرمين مساء الخير يا نرمين. نور استاذ تفضلي شو سؤالك يا بنتي؟ في بس اخر وحده بالفيزياء. نعم. الفيزياء الفلكيه. نعم. في مسائل بيجوا عن انه نصف القطر تبع الارض، وهي بتجي انه الارقام طويله. نعم. والمسائل يعني مثلا طلب الواحد كثير طويل. أول شيء نرمين بالنسبة للأرقام، الأرقام الامتحانية تختلف قليلا عن الأرقام التدريسية. أنت بالمدرسة بالكتاب المدرسي أثناء العام الدراسي أنت تقومين بعمليات حسابية، وهذه العمليات الحسابية حقيقة هي تزيد من قدراتك ومن محاكمتك. لكن بالامتحانات الوضع خاص، هو ليست الغاية من الامتحان قياس قدراتك بالعملية الحساب، بل قياس قدراتك بالمفاهيم الفيزياء. فهناك أرقام امتحانية، يعني اطمأني الامتحانات تكون مدروسة و يعني ضمن إطار واضح ولا لبس فيه ولا تعقيدات. نعم. أنت حضري منيح وإن شاء الله بتاخذي منيح. إن شاء الله. وبالنسبة للطلبات يعني بتجيك شوي طويلة، كيف هدول ندرسهم يعني؟ طلبات الوحدة الفلكية؟ أيوة. يعني هي أنت بدك جزء الطلب، يعني في عندك أنا بشوف مثال، أعطيك مثال بسيط جدا. لو أتينا إلى المسألة رقم 24 عامة أو المسألة الرابعة درس تيار متناوب زملاء. نعم. الطلب الأخير يقول لك أضفنا ذاتية. نعم. هو مباشرة قال لك احسب ذاتية الوشيعة التي يجب إضافتها
للدارة على التفرع لتعمل الفروع الثلاث معا. عندما تعمل الفروع الثلاث معا يعني لاحظي هذا الطلب هو طلب مركب لحساب هيك بدك تتعاملي مع الفلكية كمان يا نرمين. نعم. لاحظي لحساب L تحتاجين إلى XL. نعم. ولحساب XL تحتاجين إلى I effect L. تمام. ولحساب I effect L تحتاجين إلى إنشاء فرينل. تمام. فهذا هو الطلب المركب. هون مقدرتك على التحليل النص هي اللي بتوصلك لنتائج صحيحة، وهي بدك تتعاملي مع كل المسائل وليس مع مسائل الفلكية أو مسائل التيار المتناوب أو غيره. أيوة. شو عندك بعد نرمين؟ لا بس هذا. شكرا عافية. شكرا لاتصالك. تكملة أخي بشار بالطلبات المركبة. نعم. هذا الطلب الذي نحن نقوم بحسابه هو طلب مركب. هو طلب مركب. يعني هو المطلوب أي إفكت يجب أن يسبقه حساب XL حساب ZL ثم حساب I effect. وأنا اتبعت هذه الطريقة أخي بشار حرصا على إذا كان هناك خطأ أن نحصره بالجواب فقط. نعم. والجواب له درجة حتى لا نخسر التعويض إن كان هناك خطأ في حساب ZL أو حساب XL. يعني هو يعني الآن هو طريق ليس واعيا كثيرا يمكن السيطرة عليه وحسابه يعني أنا ما يأتي بالجواب. نعم. إنما لو يحسب الطالب XL برا ثم يعوض عن ZL. نعم. وبالتالي بياخذ جواب جاهز وبيحطه معه أريح العلاقة أريح في التعاطي العمليات. نعم. الحسابية. نعم. وثق أنه يعني يجعل الطالب يكتسب وقت أكثر. نعم. لو نكمل للحل زملاء المسألة نفسها فيها ملاحظة. المسألة نفسها تفضل لو سمحت. المسألة الأولى بقوانين أوم. الآن أخي بشار يريد. نعم. عامل الاستطاعة والاستطاعة المتوسطة هي مجرد قوانين ثم تعويض. التعويض نرفع الأشعة ثم نصل النقطتين A و B بمقاومة حبذا إذا كانت الطالبة عم بتتابعنا R يساوي 30 أوم. حقيقة هذا الرقم يجب أن يتم تبديله ونحن بدلناه مشكورين في. نعم. الوزارة. هو 10 أوم لا لشيء لا يختلف شيء ولكن حتى أن يكون بدل أن نقسم 13 على 3. نعم. نقسم 130 على 10 فيكون الجواب 13 لأن أمام حالة التجاوب. وهنا يجب أن تكون قيمة الشدة المنتجة أكبر من أكبر من التي كانت لدينا. خلينا نشوف جعفر زملاء وبعدين نرجع. جعفر يسعد مساك. جعفر على يبدو فقدنا الاتصال. نعم نتابع. فضل حل المسألة. أيضا بهذه المسألة أستاذ بشار يجب قراءتها للنهاية حتى. نعم. نستطيع حساب الدور. أيضا أعطي لنا عزم عطالة القرص حول محور مار مركزه نصف M بR مربع. تفضل استاذ. تمام. إذا هنا R دلتا الجديد أو حول محور مار من نقطة تقع على محيط القرص يساوي يجب تطبيق هايجنز هنا. نعم. اي دلتا حول او يساوي اي دلتا حول سي مضافا الى كتلة القرص بمربع البعد بين المحورين والتي هي هنا دي تساوي ار. نعم. فقط هنا ملاحظة صغيرة. تم السؤال اكثر من مرة على موضوع الرسم. هنا احيانا الرسم بابناء الطلبة مفيد بهذه الحالة. انا هنا الرسم اوضح لي بشكل مباشر ان البعد دي هو نصف قطر القرص. نعم. فيعني الرسم احيانا معين لك او مساعد لك. تسمح لي استاذ غسان بس اضيف ملاحظة. تمام. بحساب اي دلتا حول او انا كتبت اي دلتا حول سي المعطى بالنص زائد ام بار للتربية. في الكتاب مكتوب دي للتربية. تمام. هذه الدي التي موجودة في الكتاب هنا مكان R هي ليست دي الموجودة في الدور. ليست ليس المقصود فيها البعد بين مركز. نعم. ثقل الجملة ومحور. نعم. الدوران. نعم. زي قلت بينا في ندوات سابقة أن هذا المقدار الآن الذي يساوي R أن نكتب مكانه أو سي القرص. تمام.
فقد يكون الآن يساوي R في هذه R تساوي في هذه الحالة الخاصة. تمام. نعم. أما هي بشكل عام هي الباب بين المحورين. هي الباب بين المحورين. تمام. تمام. يعني الباب بين O و C. O و C. C القرص وليس C النواس. أكيد. نعم. الآن نذهب للتعويض T0. نصف M R مربع. 2 باي. نريد أن نستنتج الدور ما. تمام. 3 على 2 ام ار مربع بي ام بي جي بي ار يعني طبعا نوجز اختصارا 2 باي جذر 3 ار على 2 جي. جي يعني هذا هو الاستنتاج المطلوب. استنتج بدلاله ار عباره الدور الخاص للنواس. ايضا من الاخطاء التي نلاحظها كثيرا ان الطالب تلقائيا يعني يختصر جي من المقام تحت الجذر مع البي من خارج الجذر. طلبتنا الاعزاء يعني جي وثابت. في التطبيق العددي هي 10 وليست في الاستنتاج. علينا ان نكتب 2 بي تحت الجذر 3 ار على 2 جي. اذا نقف هنا لا يمكن ان نختصر البي مع الجي وبالتالي لن يكون هناك يعني ستكون العلامه كامله بجواب كهذا. نعم. نعم. الآن بالتطبيق العددي أو التعويض العددي 3 على 2 ضرب 2 على 3 ضرب 10 يتم الاختصار ويكون الدور 2 ثاني. إذن هذا الدور في الساعات الصغيرة. الطلب الثاني احسب طول النواس البسيطه المؤقت لهذا النواس. شو رايك اخي غسان نحسبه بعد ما نسمع عهد؟ مساء الخير يا عهد. مساء النور. تفضل يا عهد شو سؤالك؟ استاذ بدي اسالك سؤال. هلا انا وقت بحكي عن المستويات كنت عم تعبر معكم نحن متعلمين شيء بالمدارس وقت انت عم تحكي عن الاخطاء انه مثلا لما نحط تيتا ماكس او هيك شغلات انه بتروح علينا درجات. نعم. بس فينا نعرف انه وين بتروح علينا درجات يعني بجميع المسائل الاخطاء. عهد لاقول لك شغله الاخطاء التي يحاسب الطالب عليها او الاغلاط التي يحاسب الطالب عليها حقيقه هي الاغلاط التي تغير من المفهوم الفيزيائي. اي تمام. فعندما مثلا على سبيل المثال عهد انا اكتب قوه توتر النابض اف اس. تمام. انا اتكلم عن قوه اذا اتكلم عن عناصر اربعه. اي تمام. عندما لا اضع الشعاع ساخسر درجه لانني غيرت المفهوم يعني اختصرت ثلاث عناصر كبيتهم مقابل عنصر واحد. اي تمام. عندما استبدل رمز متعارف عليه برمز اخر مثلا انا كما هو معلوم عندما تكتبين التسارع A او السرعه V فانت ضمن سياق الكتاب ماشي لكن انت اردت ان تغيري من رمز السرعه وتضعيه C. اي تمام. هنا تحاسبين لكن إذا كتبت أن سين هذا المقصود عندك هو السرعة عندئذ ما بتخسري شيء. بالمغناطيسية على سبيل المثال وبالكهرطيسية والتحريض في عندنا زوايا نحن ما هي؟ عندنا ثلاث زوايا اللي هي ألفا بين N و B وفي عندنا تيتا بين I L و B وفي عندنا تيتا فتحة زاوية دوران الإطار ما هي؟ إذا استبدلت واحدة بوحدة دون أن تشيري إلى أن هذا هذا الرمز هو لهذا المقدار عندئذ ستخسرين درجة. تمام. إذا يعني أنا لما بكتب بتيار متناوب أوميجا زيرو يعني لو كنت صححت من شوي لورقة أخي غسان كنا خسرنا درجة على الأوميجا زيرو. لأننا نتكلم عن اهتزازات قسرية وليست حرة فهي هون النبض هون أوميجا. بدنا نميز. أنت ما ميزتي أنت عم تعطيني مسألة اهتزاز قسري ولكن عم تجاوبيني على اهتزاز حر. هون في خسارة درجات. يعني أنا بحط بس حسب ما بيعطوني بالمسألة. تماما. عهد الأساس وبهيك ما بيجي درجات. تماما. طيب تمام شكرا كثير لك. شكرا لاتصالك أهلا عهد. أستاذ بشار هون حتى نريح طلابنا أكثر. يعني نحن ما بدنا تكون الندوة عم بتوصل للمعلومات يتشوشوا هلا قبل الامتحان. لا هي هم يعون تماما ان هذه الندوة غايتها المصلحة مصلحتهم غايتها ان تنبه او تشير الى الاخطاء التي يقع بها الطلاب اثناء الامتحان. نعم.
يعني عندما قلنا ان تيتا ماكس لابد ان يثبت ان تيتا تساوي تيتا ماكس، طب هم لم يدرسوا كذلك، يعني هنا نقص بالمعلومه وليس ذنب الطالب. عد نحن لدينا مرجعيه في الوثائق تاع الوزاره. نعم. عندنا كتاب وعندنا دليل المعلم الموجود على موقع الوزاره، يمكن العوده له والتاكد من الحلول الصحيحه لما وردت اسئله في هذا الكتاب. نعم. الان طول نواس بسيط مواقت. طول النواس استاذ غسان يعني قد كثيرا ما تجاوزنا حل المساله اخي غسان، لكن في النهايه تساؤلات الطلبه هي التي يعني هي محور الندوه. نعم اكيد اكيد. اشهد طول النواس بسيطا مواقت لهذا النواس المركب. طبعا تي زيرو بسيط تساوي تي زيرو مركب، هذا مفهوم التواقد. تمام. المساواه في الدور. نعم. البسيط 2 ب تحت الجذر ال على جي، المركب يساوي 2. 2 نعم. الان 2 باي ايضا هنا تحت الجذر ال على 10 جي. فرضنا لها مرحله يا اخي بشار حتى تكون واضحه. بس اذا نرفع الورقه. تمام. هو استاذ غسان حاب يكتب على الاوفر هيد. نعم. ال 1 متر. 1 متر بالتعويض. نعم اخي غسان، يعني انت الان تقول تجاوب. لو طالبنا درس الفيزياء بشكل مضبوط سينتبه الى ان التجاوب مر معه في تواقد، يعني مر معه في النواس المركب والنواس البسيط، مر معه في الدرس التيار المتناوب حالة التجاوب، ومر معه أيضا في الأمتار. نعم. والمزامير لما نقول صوتان أو صوتين يعني متواقتين، أي لهما الدور نفسه والتواتر نفسه. فعلى الطالب هنا أن يستفيد من هذه الحالة، يعني ولو لم يكن قد درس أو ركز كثيرا على فكرة التواقد في المزامير، عندما يأتي سؤال في نص في المسألة أو طلب في المسألة يقول له أنه يريد حساب طول مزمار آخر مثلا مختلف الطرفين يعطي صوتا أو يصدر صوتا مواقتا، فهنا عليه على الطالب أن يربط التواقد شرط التواقد نفس التواتر نفس الدور نفس الله. معنا اتصال قبل أن نكمل. مساء الخير، شلونك يا مصطفى؟ مصطفى كيفك؟ مصطفى يا ريت تسمعني من السماعة. نعم تفضل، شو سؤالك يا مصطفى؟ بس عن دفتر الأمواج، لأنه بس نحل مسائل عشان قانون نستند على دفتر الأمواج. نعم. نحل مسائل الدرس عم نجي على ست الدورات معه عم نلاقي صعوبة بدفتر الأمواج. أي مسألة بتحب يساعدك الزملاء فيها يا مصطفى؟ مسألة الرابعة. نعم. زملاء المسألة الرابعة ولو بعجالة كي نفي حقه لمصطفى. ايه. الصوم اللي ترنانا بدايتها عفوا الخامسة هذه تهتز من التواتر. تهتز. 440 هرتز فوق عمود هوائي. بلغ حدد البعد الذي يحدث عنده الرنين الأول عندما تكون درجة حرارة الهواء تي 20 درجة سلسية، حيث سرعة انتشار الصوت يساوي يعني عطانا التواتر والسرعة. بمعنى مصطفى أنت مع هو معنا؟ هذه المسألة هي تطبيق بسيط يا ابني، تطبيق بسيط جدا. يعني الآن التواتر معلوم والسرعة معلومة، لمدة تساوي في على اف، وبين رنينين تكون المسافة هي لمدة على 2. حسبنا لمدة نقسمها على 2 نكون الجواب قد انتهى. هذه مسألة تطبيق بسيط. نحن نريد منك أن تحل مسائل تتألف من طلبات عدة، لأن هكذا اعتدنا بالامتحان الأخير أن يأتينا مسألة وتر يوجد بها كتلة خطية، يوجد بها سرعة، يوجد بها قوة شد. إن أردتم فنحن جاهزون. مصطفى يا مصطفى فقدنا الاتصال.
يعني هذه المسألة تشكل حالة تطبيق مباشر تماما. لكن حقيقة ما يلفت انتباه في هذا الطلب أنه يريد البعد بين رنينين أو حساب المسافة بين رنينين أو مستويين يحدث عندهما رنينين، كما هي يعني الحال هنا كما البعد بين بطنين، البعد بين عقدتين، على الطالب أن ينتبه أن كل عقدة تبعد عن أخرى تليها لامدة اثنين، وكل بطن عن بطن يلي مباشرة لامدة اثنين. فهو في هذا السؤال هو يطلب منك حساب طول الموجة كحساب رياضي، هو يطلب حساب طول الموجة وبالتالي تقسيم على اثنين. يعني هنا تداخل المفهوم الفيزيائي مع المفهوم الرياضي، عندما يسأل عن بعد بين بطنين فيزيائيا يجب أن تعلم أن البعد بين بطنين هو لامدة اثنين، حسابيا أنت تستخدم الأرقام بالعمليات وبالتالي تصل إلى الجواب الصحيح. ونحن متناول الآن المسألة رقم 11 بنفس أسئلة الدرس. نعم. يعني قد تكون أشمل، هي مسألة مزمار متشابه الطرفين. مزمار متشابه الطرفين طوله واحد متر. يصدر صوتا تواتره F يساوي 170 هيرز. يحوي هواء في درجة حرارة معينة حيث سرعة انتشار الصوت 340 متر الثانية. أول طلب طبعا احسب عدد أطوال الموجة التي يحويها المزمار. نعم. الآن عدد أطوال الموجة أو المسافة بين بطنين متتاليين أو المسافة بين عودتين متتاليتين يستوجب ذلك حساب لمدة. تمام. إذا نقول لمدة تساوي V على F يعني 340 على 170 يساوي 2 متر. عدد الأطوال موجة يساوي L على مدة يعني 1 على 2 متر، وهو تطبيق بسيط. ولكن هنا أنا اخترت هذه المسألة أخي بشار حتى نستطيع أن نقول كيف تتم قراءة النص الآن. نعم. يعني أحسب طول مزمار آخر مختلف الطرفين. أول شيء مختلف الطرفين حددنا التواتر، عبارة التواتر. أنا يوجد لدي قانونين، قانون لتواتر المتشابه والمختلف. وكلمة أيضا يصدر صوتا أساسيا. أساسيا أي أن القوس 2 إن ناقص 1 يساوي 1. نعم. هذه القراءة الواعية التي كان يتحدث عنها أخي غسان الآن، مواقتة نفس التواتر يعني في نفس درجة الحرارة أي نفس السرعة، طالما أن الغاز يعني كل جملة لها دلالة هذه، وعليك أن تكون عارف هذه الدلالة. هذه التساؤلات أخي غسان عندما يسألها الطالب لنفسه ما دلال ذلك؟ أولا النص أعطاك مزمار متشابه، ثم في الطلب الأخير يقول لك طول مزمار آخر مختلف الطرفين. إذا أنت ستنتقل من قانون إلى قانون، رقم واحد يقول لك النص أنه صوتا أساسيا أي أن رتبة الصوت واحد، يعني القوس كما تفضل أخي غسان 2 إن ناقص 1 تساوي الواحد كما تفضل أخي غسان الثاني على فكرة. يعني التواتر يواقت أو الصوت يواقت، إذن التواتر نفسه. نعم. قال أيضا النص أن درجة الحرارة نفسها ولم يقل أن نوع الغاز تغير. نعم. لم يشر إلى نوع الغاز أو لتغير في نوع الغاز. إذن أنا أمام الغاز نفسه ودرجة حرارة نفسها، إذن أمام السرعة نفسها، وبالتالي في قانون المختلف هي ذاتها في قانون المتشابه، وإف هي ذاتها من أجل القوس كله يساوي الواحد. نعم. إذن هنا المتغير الوحيد هو طول المزمار، وبالتالي يحسب من خلال هذه المعاليم، فنصل يعني التحليل الواعي للنص بيوصلني لنتائج صحيحة. القراءة المتأكدة أيضا. نعم. تمام. هنا بس إضافة بسيطة، المزمار متماثل الطرفين يصدر المدرجات الفردية والزوجية معا، المزمار مختلف الطرفين هو يصدر المدرجات الفردية فقط، لأن رتبة الصوت في المتشابه هي N، وN عدد صحيح 1 2 3 4، أما في المختلف الطرفين رتبة الصوت هي 2 N ناقص 1، وهذا القوس هو عدد فردي فيكون إما 1 3 5 7.
احنا اليوم بدنا نعتذر منك استاذ غسان، يعني صادرناك كثيرا، لكن تساؤلات الطلبه على كل لم يتبقى لدينا وقت. في قبل ان اختم هذه الندوه، طلبتني الاعزاء، يعني اتوجه اليكم باسمي وباسم زملائي وباسم المدرسين جميعا، يعني ان تكونوا في هدوء، تقرأ السؤال في هدوء بتحليل، أن تنتبهوا إلى المعطيات، تنتبهوا إلى التحويلات في الجملة الدولية، أن تتعاطوا مع الأمور بجدية، بجدية اللازمة. أنتم درستم، مما لا شك فيه أنكم قد بذلتم الجهد، الآن أنتم في مرحلة التركيز، مع بعض الملاحظات الصغيرة ستصلون لنتائج جيدة. قبل أن أودعكم اسمحوا لي أن أشكر ضيفي غسان اللحام المجلس الأول في وزارة التربية، غسان إبراهيم الموجه اختصاصي في تربية ريف دمشق. شكرا. أيضا اسمحوا لي أن أشكر زملائنا العاملين جميعهم في القناة التربوية على المجهود الذي يقومون به، والشكر الأكبر لكم أنتم، على أمل لقاء بكم في ندوات لاحقة إن شاء الله.